السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم بنات؟ ناس كتير جدا طلبوا مني انزل مقله السلطان، هي قريبه جدا مني. انا بصراحه دي من المقالي المفضله بالنسبه لي، مش بس عشان قريبه، بس المقله متكامله، يعني هي مقله وعطاره وكل حاجه تعجبكم قوي. ندخل نتفرج مع بعض على العطاره. انا شوف هنا كمان اسعارهم حلوة جدا ومميزة. زي ما انتوا شايفين كده فيها كل حاجة، في تشكيل الشوكولاتة برضه حلوة اوي. دي اسعار اهي. انتوا ليكوا فروع تانية؟ لا، هي الفرع الوحيد هنا في المنصورة للأسف. زي ما احنا شايفين، طبعا انا من عشاق العطار بصفة عامة، يعني بحب البهارات جدا وبحب استخدمها في الاكل، فبحب اجي هنا اخد بقى كل حاجة. الناس اللي حابة المطبخ وبيتفرجوا بقى على الشيفات، اي حاجة الشيف بتقول عليها تلاقيها هنا في العطارة. اسعار حلوة جدا، هي في النهاية هي اسعار سعر السوق يعني. هنا معانا دي برضه جزء من الكريمات. دي هنا جزء المقلة برضه. انا هبعت لكم الصفحة بتاعتهم، اللي حابب بقى يتفرج على اي حاجة او يسعى الاثار او اي حاجة. عندكم الدليفري ولا في دليفري؟ طيب تمام، كمان عندهم دليفري، فاللي حابب اي حاجة بقى يبعت على الصفحة او يتصل بيهم ويتواصل معاهم.